السلام عليكم من الموريتانيا، نحييكم وإلى حضراتكم العرض الإخباري. وصل رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز صباح اليوم إلى زويرات في مستهل زيارة تفقد واطلاع لولاية تير الزمور، تدوم 3 أيام. وسيقوم رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة بمعاينة العديد من المشاريع التنموية في هذه الولاية، وبالاطلاع على وضعية المنشآت الصحية والتعليمية ومدى ملائمتها مع توجيه الدولة لضمان نفاذ جميع السكان للخدمات الأساسية. وقد استقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار زويرات من قبل والي ولاية تير الزمور السيد سلمو والسيدي وعمدة بلدية زويرات السيد الشيخ والباية وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد والبلال والإداري المدير العام لشركة سنيم السيد محمد عبد الله واللدعة، محاطا بأطر الشركة ومناديب عمالها ومنتخبي ولاية تير الزمور وأطرها ووجهائها وفعالياتها الشبابية والنسوية وجمع غفير من المواطنين. وبعد استعراض تشكيلات من المنطقة العسكرية الثانية صافح رئيس الجمهورية كبار مستقبليه قبل أن يلوح بيديه محييا سكان ولاية تير الزمور الذين توافدوا بكثرة لاستقباله. في ولاية تير الزمور.
رئيس الجمهورية يصافح الشخصيات السامية في زويرات وأطر ومنتخب ولاية تير زمور الذين جاءوا لاستقباله. وخصص سكان ولاية تير زمور استقبالا شعبيا كبيرا لرئيس الجمهورية، رفعوا فيها الصور المكبرة لرئيس واللافتات ثم مذمنين الإنجازات التي تحققت لصالحهم منذ توليه مقاليد الأمور في البلاد. وتميز الاستقبال بحضور بارز لعمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم أكبر مشغل في هذه الولاية المنجمية. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز قد غادر نواكشوط صباح اليوم متوجها إلى ولاية تير الزمور للقيام بزيارة عملية رافعين فيها الصور المكبرة للرئيس واللافتات.
حار لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز. رئيس الجمهورية يلوح بيديه محيا ساكنة ولاية الزمور الذين جاءوا رافعين الصور واللافتات المكبرة لفخامته. تتابعون معنا مشاهدينا هذه الزغاريد والتصفيقات استقبالا لرئيس الجمهورية. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز قد غادر نواكشوط صباح اليوم متوجها إلى ولاية تير الزمور للقيام بزيارة عمل تدوم 3 أيام. وودع رئيس الجمهورية بالمطار من طرف الوزير الأول السيد يحيى والحدامين وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية. ويرافق رئيس الجمهورية في هذا السفر وفد هام يضم على الخصوص السادة مولاي والمحمد الغلف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية سيدنا علي والمحمد خونة وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السلكو والحمد زيد بيه وزير التجهيز والنقل إسماعيل والصادق وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أحمد والحدامين والجلفون وزير الصحة محمد والخونة وزير المياه والصرف الصحي باعثمان وزير التهذيب الوطني سيدي والسالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أحمد الباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية عبد الله والأحمد دامو مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية إبراهيم الدادة مستشار برئاسة الجمهورية زيدان والحميدة مستشار برئاسة الجمهورية سلمى من تقدي مستشارة برئاسة الجمهورية محمد إسحاق سعد الداه مستشار برئاسة الجمهورية الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. كان ذلك مشاهدينا آخر نبين في هذا العرض الإخباري الموجز. نشكر لكم طيب المشاهدة. في أمان الله.